فيما يخص الخطاب الملكي اليوم هو دار صاحب الجلالة أنه دائما عين واعية لتتبع المشاريع خصوصا داخل هذه الأقاليم الجنوبية اللي هي الطفرة النوعية فيما يخص الطرق، فيما يخص الكليات ككلية الطب أو المستشفيات أو هذا النوع من الطاقة الريحية والطاقة الشمسية، وإن دل على شيء دل على نوع من التنمية المجالية لهذه الأقاليم اللي هي عزيزة على صاحب الجلالة ولجميع المغاربة. خطاب تاريخي كما عودنا جلالة الملك دائما بصراحته وبشجاعته وفي الوقت المناسب ومواكبته للحدث. الحدث جلل هو مناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة، يعني استحضار جلل الذكرى مؤسسها ومبدعها الحسن الثاني رحمه الله. المسيرة التي يقودها جلالة الملك وأكد لأول مرة بإشرافه على النموذج التنموي الذي جاء يعني تحت حضرته بالذكرى 40 سنة 2015، اليوم في 2022 بالأرقام، يعني تصريح مباشر من عاهل البلاد يعطي 80% من تكملة المشروع وتنفيذه أثره وتوقعه. في المعطي الشق الثاني من الخطاب ويتكلم على الاستثمارات الضخمة اللي ما بين الدولتين الصديقتين اللي هي نيجيريا والمغرب في قضية الغاز، وما يمكن أن تجلبه للمنطقة وما يمكن أن تجلبه من شكل استثمارات، وهي مسار حقيقي للمستثمرين، يعني تكملة لمسار كلام جلالة الملك وافتتاح الدورة البرلمانية. الاهتمام بجانب الاستثمار هو حاضر في التوجهات السامية، نحن كذلك التقطنا كل هذا يعني صورة كاملة لمن يهم الأمر في القطاع، على أساس أنه المغرب دولة مستقرة وجالبة للاستثمار وجاهزة يعني بكل المؤهلات وبكل المؤشرات. نتمنى إن شاء الله أن نكون في الحدث ونكون ترجمنا إرادة جلالة الملك هنا في جهة العيون الساقية الحمراء.